انا دلوقتي بقالي بالظبط 42 سنه بشتغل بياع فول في مصر. كيف انشهرت؟ كيف انشهرت؟ انا دلوقتي الحمد لله اشهر بائع فول على السوشيال ميديا في العالم. سعد الحرامي اسمه براند. اوكي؟ اسم البراند في المطاعم في مصر بل في العالم. اولا بصبح على كل الجنات العربيه على مستوى العالم. السؤال كيف انشهر؟ صار كيف انشهر؟ كيف انشهر؟ يعني اوصلك ازاي؟ انا عندي حب الناس احسن من اي حاجه في الدنيا. كل اي حد بيجي من اي دوله انا بصاحبه وبيصير معي صديق على الفيس او على الانستجرام او على الواتس. ما بكره حد ابدا في الدنيا، كل الناس حبايبي. في اي دوله في العالم ليا اصدقاء كتير. قلت لك انك تسرق قلوب كتير بجد. ما بقدر ان انا انسى اصدقائي، لذلك هم اللي شهروني او هم اللي عملوا لي الشهره ديت. سعد الحرامي بيحب كل الناس. شوف انت لو جاي من امريكا نفسك تاكل فول بايه؟ انا هطلعه لك يطلع طعمه احسن ما انت كنت متوقعه. انت نفسك تاكل فول بايه؟ فول بكل حاجه احنا بنصنعها. دخلنا يعني وصلنا لك ازاي؟ احنا دلعنا الفول. دلعناه. عارف الدلع بتاعه؟ دلعنا الفول. انا عندي اولادي هم اللي هيتكفلوا المصلحه من ورايا، وابني في المدرسه لما المدرس بيساله اسمك ايه بيقول له انا يوسف الحرامي. بنتي بتقول لهم انا سجد الحرامي. الواد الاصغر الثاني لو ما قلتلوش حرامي ما يردش عليك. فاسمنا مش عار، احنا اسمنا اسم شهره، براند في العالم. عم بقول لك انت بتسرق القلوب. بسرق القلوب فعلا، انا بسرق القلوب، انا بسرق القلوب. طب شو اللي بيميز الفول عندك عن الفول عند الغير؟ ليش الفول تبعك طيب والناس تجي لعندك كرماله؟ اولا الحمد لله لما ربنا يديك نعمه حافظ عليها. احنا ربنا ادينا النفس، النفس ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. بنعمل فول ما في حد في العالم يعمله بكل ما تتخيله. شوف انت لو جاي من امريكا نفسك تاكل فول بايه؟ انا هطلعه لك ويطلع طعمه احسن ما انت كنت متوقعه. سليم انت نفسك تاكل فول بايه؟ فول بكل حاجه احنا بنصنعه. ما دخلنا يعني وصلنا لك ازاي؟ احنا دلعنا الفول. دلعناه. عارف الدلع بتاعه؟ دلعنا الفول. الجماعة السوريين نزلوا مصر عملوا فول وطعمية، سقطوا في الفول. هم نجحوا في حاجات، نجحوا في الشاورما، نجحوا في الكريب، نجحوا في البيتزا، لكن سقطوا في الفول والطعمية صفر. هم معترفين بده في كل الفيديوهات السورية، اعترفوا بدوت ان سعد الحرامي خلانا صفر على الشمال. هم قلدوني، فتحوا في التجمع، فتحوا في اكتوبر وسقطوا. شو رايك بالفول اللبناني؟ لا والله انا ما اكلته، انا ما اكلت الفول اللبناني. بدي ليا اخ صديق في لبنان اليوم اخبره واقول له ابعت لي فول لبناني معاك، بس ما اقدرش احكم عليه ما دام ما اكلتوش. الحاج ابو شادي حبيبي تعالى شرفني. انزل معك. انزل تعالى هنا في حضني حبيبي. انت تعالى في حضني. لبنان الفول بتطواه ازاي؟ نحن الفول عندنا في لبنان بنستعمل فول واحد. فول واحد؟ فول واحد هو الفول الصغير الابيض. اوكي ده انجليزي. انجليزي انجليزي. انتوا عندكم هون بتستعملوا الانجليزي وبتستعملوا البلدي؟ وبنستعمل البلدي. احنا ما عندناش بلدي. ما عندكمش بلدي؟ تحت اللون بننقعوا قبل بنهار. فرق بالتقس بالنقع. فرق بالتقس بالصيفية شيء بالشتاء شيء. التقس ساعة وقت معين، وقت اللي بيكون التقس حامي كمان وقت معين. بعد احترامي ليك لما بتنقع الفول بيصير لي قشرة. مظبوط.
مظبوط؟ مظبوط. لا احنا عندنا هنا في مصر الفول بيتغسل وبيخش النار على طول. ما بيصير ليه قشره. احنا بنحط الفول على النار. انا شخصيا حط الفول على النار وودع تحت بيغلي. اوطي النار 10 7 9 8 12 ساعة عشان يستوي. هذا عصام بس مباشر. يبقى زي الزبدة. امسك عصام ده بس مباشر على طول. شغل ده بس مباشر. ايوه. يبقى زي الزبدة. يبقى زي الزبدة. ايوه. انتوا هنا بتحطوه دوري من غير نعم. انا بحط له فول. اعرف. حطوه من غير نعم. وفول مدشوش بتاع طعمية. بتاع فلافل. ايوه. عشان يخلي المية بتاعته. ايوه. انتوا بتستعملوا نوعين. نحن بنستعمل مصر فيها. مصر فيها فول انواع كتير. ايوه. انواع كتير. الانواع ديت يعني اقولها لك ازاي. احلاها بنسميها فول تلاجة. فول تلاجة. فول تلاجة. هو ايه الفول تلاجة؟ فول تلاجة دوت فول قرب عصام. ما تعملوش زي فاتنا ابو حاتم. قرب. ايوه ما تعملش. الفول عندنا. زي ما بقول لك يا عصام. الفول عندنا. ايه. الفول التلاجة دوت. ده من اجود انواع الفول البلدي. ايوه. بيطلع فين؟ بيتباع هنا في القاهره. يطلع فين؟ تزرعوه في الصعيد؟ تزرعوه في اسيوط؟ لا بيتزرع في كل الدول. في كل المحافظات المصريه. ايوه. كل المناطق المصريه بتزرع الفول. ايوه. بس الجوده. ايوه. الجوده اللي انت بتشتغل بيها. ايوه. سليم. نرجع تاني للسوى والنار. ايوه. انت بتتحكم في درجه النار. مظبوط. بتتحكم في درجه النار. النار. فدرجة النار ديت هي اصلا اللي بتخلي الفول طعم. طبعا. ولا يطلع شايط. أيوة. ولا مدخن. أيوة. ولا لاسع. أيوة. تطلع الفولاي زبده. مظبوط. انت بتحط ايه على الفول في لبنان؟ احنا على لبنان بنحط ثوم وحامض وملح وزيت زيتون. ثوم وحامض وملح وملح وزيت زيتون. هلا هلا ثلاث انواع. في ناس تاكل بلا ثوم. اوكي. في ناس تاكل بلا حامض. وفي ناس تاكل بلا ملح. احنا بنسميها في مصر هنا دقه. احنا في لبنان لا. احنا في لبنان غير الفول. احنا في لبنان نعمل كل صحن بطعم. كل صحن بطعم. بطعم. يعني في عندنا احنا الفول العادي مع ثوم وحامض وملح. اوكي. وزيت زيتون. نحن عندنا بلبنان بنحط مع الفول حمص. حمص. نضرب معه حمص. ونحن بلبنان نعمل كل صحن بحاله. كل صحن بحاله. اوكي. كل صحن بحاله. اوكي. كل صحن زي احنا طريقة. احنا عندنا في مصر بنقول ايه. كل طاجن وليه طعم. ايوه. يعني كل طبق. احنا في لبنان بنعمل الفول بالطاجن بتاعه. اوكي. يعني انت عاوز صحن فول نعمل لك الصحن الفول بتاعك بالطعم اللي انت عايزه. بالطاجن بتاعك بالطعم اللي انت عاوزه ونديه لك بالطاجن بتاعك. اوكي. يعني نحن نخلقه ونولده نرميه في السوق. بالظبط. ايوه. كل صحن له نكهه. بالظبط. هلا في عنا نوع تاني. نوع بنحط له طحينه. بحبوا الفول بالطحينه. وفات لعنا انواع وقت اللي اجوا السوريين اخوان السوريين بحبوا الفول بلبن. 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 اوكي. بنعملوا هيدا مع ثوم ولبن وطحينه من غير حامض وملح. من غير حامض. بس نخلصه بنحط له على وجهه بهارات. اوكي. مطيبة. وفي عندك فول كمان بياكلوه كمان اخوان السوريين بعض اخوان العرب فول بخل. فول بخل. فول بخل. 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 بيستعمل فيه يا خل تفاح يا خل عنب. هيدا كمان نشيل الحامض على جنب. يستعمل مع ثوم وبلا ثوم. بنحط فيه خل وطحينة. طبعا هلا بيجيك فول مع سلطات، بيجيك فول مع بهارات، بيجيك أوكي. يعني عندك ود وتلعب فيه زي ما انت عاوز. بالظبط. بس تلعب فيه على الكويس. بالظبط. احنا بقى لعبنا في الفول. ايوه. دلعناه خالص. هو لازم دلع. دلعناه. لازم تغنيله شويه مكياج. ايوه. وغني لنا. عملنا له اغنيه. ايوه يا حرام. احنا عملنا للفول انت سرقت كذا اغنيه. يعني فيها كذا اغنيه لسعد الحرامي. طبعا. اوكي. وفي كذا اغنيه تاني على الفول بصفه عامه. طبعا. اوكي. في عندكم مغنيه لبنانيه غنت للحرامي. ايه. بس هي الفيديو وصلني.
ده انت يترقص لك مش بس يترنق لك. يترقص لي؟ ايوه. ليه بقى؟ لانك حرامي. حرامي؟ في ناس بتدفع ملايين عشان تتشهر. ايوه. وفي ناس الشهرة بتجيلها اللي عندها بياخد منها لكن ما بيدفع فيها شيء. تعرف ليه؟ اتفضل. لانه لما تجيب الشهرة تتبسم لها تستقبلها ما تكونش في وجهها. هي الحياة هيك كله بيمرق عليه. بالظبط كده. كله بيمرق. لو انت ثابت هيضربك. لو انت معه تمشي كده كده هينغرشك. هتلعبه. مظبوط. مظبوط. لا احنا عندنا هنا في مصر الفول بيتغسل بيخش النار على طول. ما بيسيب لي قشره. احنا بنحط الفول على النار. انا في حط الفول على النار وانا تحت. سير وقت النار 10 7 9 8 12 ساعة عشان استوى. يبقى زي الزبدة. امسك العصام ده بس مباشر على طول. شغل ده بس مباشر. يبقى زي الزبدة. زي الزبدة. انتوا هنا بتحطوا دول. طيبين اهل لبنان اخواتنا العرب. يا رب يجعلكم طيبين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ان كرمكم عند الله اتقاكم. حبيبي يا حرام. لو انت معه تمشي كده كده حين اغنسك. هتلعبه. البركة. اتفضل. ماشي يا احنا هنا عندنا ادارة الشغل اهم من الشغل. اداره المكان. ايه طبعا. ايه الاداره انك انت بتوجه العامل يعمل ايه. طبعا دي اهم من الشغل. طبعا طبعا. انا نديت للعامل. ايوه. قلت له انا عايز ايه وايه وايه. صح. بتاعت العامل الحريه في انه يكون كويس جدا. بالظبط. ايوه. بعطي للعامل الحريه ان هو انا بقول له على انت هتعمل كذا 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 كذا. أيوة. بالتفاصيل. أيوة. هو بينفذ بناء عن كلامه. ودي يعني يعتبر انا ببيع اغلى طبق فول في العالم. اغلى. مش غلط. مش غلط. مش غلط. انا زبوني كله كعبهالي لان انا بطلع منتج مفيش حد بيطلعه. يا حرامي. هي المشكله بالاكل انه الحاجه دي اللي بتقولها صح لانه ده هيفوت هنا. بالظبط. هيدخل لهنا. بالظبط. هيروح لكل انحاء. اوصلها لك كمان. اوصلها لك. انا اسمي دلوقتي في العالم بيتباع بملايين. اوكي. اوكي. في عندي مستثمرين من السعوديه بيراسلوني على الواتس عايزين يشتروا اسمي. مستثمرين عرب في جنيف عايزين يشتروا اسمي. مستثمرين في امريكا عايزين يشتروا اسمي. هم ما عندهمش حراميه هناك. هم ليه حراميه هناك؟ ما يعرفوا يطلعوا حرامي زيي. الفلوس. اديني الفلوس. انا خد الفلوس. بيع. ايوه. عاوز حاجه؟ ده لبناني. عنده مطعم فول في لبنان. انا اساسي. فجايين يتعلموا عن صنع حرام. كل واحد في بلده اساسي. يا عصام انت عاوز فول؟ الباشا ما تدينوش فول. ايه؟ مش عاوز اديلك فول. سوري. عايز طلبين حار. ايه؟ ها؟ طلبين حار وبطاطس وطعميه. يلا هات فلوس. هنديك فلوس. عندنا فلوس. لبنان غير القاهرة. فول اتنين حار كمان. ايه؟ اتنين حار وبطاطس وطعميه. بطاطس وطعميه. قال لي قول لي طعميه. انت عندكم في لبنان المسيحيين اللي دول صايمين. ايه؟ اوكي؟ في شغل. ايه؟ في شغل صح؟ مش راجع. لا بيصوموا يا عم. ليه؟ بيصوموا في لبنان. تعال هات فلوس. هات. عاوز منه كام؟ لا سيبه لما ياكل. عندنا في مصر الدفع بعد ما ياكل. اوكي خلاص. في لبنان الفلوس مقدم صح؟ لا. ايه؟ لا. راجل متميز. هو متميز. الله. راجل حدير يا خمسة. الاكل طيب؟ جدا جميل. على راسي. متميز. اه كاشير وظفناه. ايه؟ جاي اللي جاي من لبنان عشان يتوظف عندنا. ما تكون بساط بالخبريه وعبالك تضلك هون. والله حسب النسبة اللي بيديني اياها من الارباح. السلام عليكم. طاولة غنية. ايه. والزلمة حبوب. بجنن. انت شفتك شو اخدت روح وقابلك تعال هون. ليك زلمة طيب له عادته حلوة. لذيذ. في حديث. حديث. بارم شايف. منفتح. منفتح. بيشوف كتير ناس وبيتعلم منهم كل يوم. بيهزر قوي.
نفسيته كريمة وطيب صح وقدامي يعني اللي يزيد اللي يعني النفسية المصرية الكريمة. بيقلنا هذا الموضوع تنوصل على هذه الطاولة اللي هالقد غنية ايه. وبعدين نيتنا لاحظنا أنا وياك أنه هي أول مرة بمصر بتشوف اختراعات بالفول مصر. يعني أكثر من 10 صحون 8 منهم فيهم سمنة وبفوت على الفرن جبنة على الوجه قشطة لحمة مفرومة سجق عم جرب اجي اشوف شو تذكرت شو قلنا شغلة اول مرة بذوقها بمصر القنبلة 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 هيدي القنبلة القنبلة فيها كل انواع الخضرة بطاطا وعنا جوا او جبنة او بصل يعني شوي مثل الارنشيني التليانية اللي معمولة من رز هون على الطريقة الحرامية معمولة من بطاطا هون هو تبعك منيحة يلا اخذ لك صورة شوف هذه الجبنة انا عم فكر بالفولات فيتين على الفرن مزبوط سخنين 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 شوي مع قشطة شوي مع جبنة هيتا شوف هيدي هيدي مع جبنة كيف؟ كيف ناخد معنا تنقدر نتحكم هولي شو؟ هول جبنة ليّة شفتوا الفولات قديش مضبوخين مزبوط اسم الله عليه العجقة فاتة العجقة ظاهرة الناس هون موجودين كله مبسوط وبيجي بيسأل عن الحرامي اللي حاط صور على التلفزيونات وما في بلوجر بالعالم ما أجل عنه الاسم عمل له شهرة كبيرة أنطوني هاي معجب حلق عليك يا حياتي ميرسي أمر الله باخد واحد تاني أكلت أنا وجنت يه الحرامي بنفس حبيبي يا حرامي هيا الأكل حبيبي تاخذ مني دي يا حرامي حبيبي هيا الأكل ما يتاكل بالعيش بالمعلاة عشان تستطعم لا احنا عرب احنا لبنانيين احنا بنحب العيش احنا هولنديين ولا امريكا احنا بنحب العيش الله الله يعطيك الصحة حبيبي حبيبي يا حبيبي الله يعطيك الصحة جرب كل حاجة تفضل معنا اتفرج علينا هيدي مع لحم مفروم غنية وكريمة ليك حطيت شوي لقلي مو معروف مش كلهم لقلك ايه كله بعد شوي اكيد مكتر لك اللحمة حط لي بعد شوي هاي لقمة عائلية اوه فاميلي سايز بنستطعم دخيل لك القميص نهارنا طويل دخيل لك القميص وفي كتير ما قلت لك بفوت على الفرن وظهر من الفرن ما هم الفرن للوقت حياكم الله ويجعل كل الشعب العربي بخير يا رب يجعلكم طيبين ويعدي كورونا على خير حبيبي حبيبي لازم نخبر انه نحن ادخن 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 محل فول حطينا فيه 50 هون 50 جنيه ايه هون دفعنا 850 جنيه